السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر. البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تفسير معتقداتنا وأفكارنا وسلوكياتنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة تحديدا. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها بتأثر على حياتكم. هنكمل مع بعض السلسلة اللي بدأناها، وهي سلسلة التفكير المستمر في الأشخاص بيعمل فينا إيه، وإزاي نتحكم في تفكيرنا تجاه الأشخاص وتجاه الأشياء. هنكمل الحلقة اللي فاتت. زي ما قلت ان الشخص هنا بيبقى في حالة تجميد طاقي. الشخص لما بيفكر في شخص معين وعلى طول باله مشغول بيه وحاسس ان هو متعلق بيه، هنا بيبقى الشخص في حالة اسمها تجميد طاقي وتثبيت طاقي لشخص محدد. طاقته مجمدة، طاقته موجهة، وبيستقبل طاقات من شخص معين، عامله له الطاقات دي عامله له تجميد طاقي. عقله مش قادر يستوعب اي شيء غير التفكير في هذا الشخص وفي الطاقة اللي وصله له من هذا الشخص، اسمها تجميد طاقي او توقيف طاقي. طاقته واقفة. احنا بقى محتاجين ان احنا نحرر هذه الطاقة الروحية في المجال الطاقي، والتحرر الطاقي ده بيجي من التنظيم الطاقي. التنظيم الطاقي لمجاله الطاقي، لو مجالك الطاقي منظم، لو هالتك نورانية نظيفة، الجسم الاسيري هيبقى في حالة اريحية والطاقة هتتحرر. جسمك الاسيري هيبقى قوي جدا جدا ضد اي هجمات طاقية بتجيلك من اشخاص اخرين. الجسم الاسيري اللي حوالين الجسم المادي فايدته حماية الجسم المادي، حمايته من الطاقات السلبية وطاقات تفكير الاخرين وتخاطر الاخرين عليه، بيحميه من طاقات زي طاقات الحسد. طاقات الحسد اللي بتقلب الدنيا، بتقلب حياة الإنسان، بتقلب مزاج الإنسان، سبب في أمراض نفسية كتير، سبب في الصداع. جسمك الأسيري بيحميك، هو بمثابة حائط صد منيع للجسم المادي. فلو مجالك الطاقي أو الجسم الأسيري فيه مشكلة، اعرف ان انت هتتأثر بأي شيء يجيلك خارجي، سواء طاقات خارجية، سواء تفكير اشخاص فيك، سواء طاقات سلبية، هتتأثر. يعني هتتأثر، فاحنا لازم ننظم مجالنا الطاقي ونخلي هالتنا نورانية مضيئة. لازم ننظم طاقتنا. مزاجك مش هيتقلب، مش هتحس انك مسجون طاقيا لو نظمت المجال الطاقي. لما يبقى مجالك الطاقي مفتوح او فيه ثقوب طاقية، ده بيتعبك. انت هتحس بطاقة تفكير الاخرين حتى لو مجالك الطاقي منظم او مش منظم، انت هتحس ان في شخص بيفكر فيك. لكن لو مجالك الطاقي منظم، هنا انت مش هتتأثر، هتعرف ان في شخص بيفكر فيك لكن مش هتتعلق بيه، مش هتحس ان هو مصدر السعادة بالنسبة لك وجميع مصادر السعادة انت عقلك موقفها ومقفلها. لا، انت هتحس ان الشخص الاخر بيفكر فيك عادي. لكن لو مجالك الطاقي مش منظم وفي ثقوب طاقية كتير وهالتك مش نورانية وجسمك الاسيري لا يعمل كحائط صد منيع تجاه اي طاقة، اول ما شخص يفكر فيك لو مجرد تفكير عادي، لو توارد افكار، انت هتتأثر، مزاجك هيتقلب، هتحس بصداع، هتحس بتعلق، هتحس بطاقات سلبية. ليه؟ لان ببساطة مجالك الطاقي مش منظم. طب مجال الطاقي ده انظمه ازاي؟ مجال الطاقي ده لازم يتنظم من خلالك. حاجات بسيطة انت بتعملها تنظم مجالك الطاقي، بتعملها او بتحسها او بتشعرها. يبقى لو مجالك الطاقي نظيف ومنظف وهالتك نورانية، استحالة تحس بأي طاقات تؤثر عليك.
استحالة في شخص يمارس تمارين تخاطر وتجيب نتيجة معاه. لو بيمارس تمارين التخاطر دي عليك. طيب السؤال اللي هتسأله، ازاي انظم المجال الطاقي عشان افك التجميد الطاقي واحرر طاقتي وما بقاش اسير لتفكير حد والتقاط حد وما بقاش متعلق بحد؟ اول شيء في التنظيم الطاقي هو الحل السحري لتنظيم مجالك الطاقي، هو المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، تنظيم الصلاة، تنظيم العبادات، ولو قدرت للنوافل كمان نعملها. له تنظيم الصلوات له قدرة عجيبة على تنظيم المجال الطاقي بسرعة البرق. انت بمجرد ما يبقى في صلاة انت ما قدتهاش خلال يومك، انت بتحس ان انت متبرجل وفي حاجة ناقصاك، في حاجة ناقصاك لو ما صلتش الصلوات في اوقاتها. انما لو نظمت نفسك وصليت كل صلاة في وقتها حتى صلاة الفجر، هتحس بتنظيم طاقي رهيب عجيب، هتحس ان مجالك الطاقي نظم نفسه بنفسه لوحده كده. جربوا اللي انا بقول لكم عليه ده بحذافيره، صدقوني هترتاحوا جدا جدا. الناس اللي بتعاني من التفكير المستمر، لو نظمت الصلاة في وقتها هتلاقي فيه تنظيم طاقي استحالة اي شخص يقدر يأثر عليك. جربوا وقولوا لي في التعليقات. يبقى اول حاجة تنظيم الصلوات الخمس، تاني حاجة تنظيم المجال المادي حول الجسم، ده مهم جدا جدا جدا. الغرفة اللي انت متواجد فيها، المنزل اللي انت متواجد فيه، وكمان حوالين المنزل اللي انت متواجد فيه لو امكن، لازم يكون في هذه الفترة متنظم، نظيف، هادي، يبعث على الارتياح. صدقوني لو مشيتوا على الخطوات اللي بقول لكم عليها دو هترتاحوا جدا جدا جدا. شيء كمان، تجنب وتجنبي الصوت العالي سواء منك او من المحيطين بي، ممنوع صوت عالي. انا عايزة في هذه الفترة يكون فيه هدوء في المحيط اللي انت فيه. لو قدرت او قدرتي اقرأوا ورد من القرآن ولو آية يومية. بعد كده الاستغفار، تنحل العقد بالاستغفار، تنحل وتنفك العقد وتتحرر الطاقات المتجمدة. الاستغفار لعلاج كل الأمراض النفسية والقلبية وأمراض التفكير. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم مفرج. لازم تستغفروا ربنا يوميا يوميا. الاستغفار مع تنظيم العبادات له تأثير عجيب على تنظيم المجال الطاقي. في هذه الفترة تجنبوا الجلوس مع أشخاص سلبيين بيحكوا مشاكلهم، أصدقاء بيحكوا مشاكلهم، ابعدوا عنهم تماما. أي فكرة سلبية تجيلك ما تفكرش فيها، ما تفكرش فيها تماما. عايزين نمحي الأفكار السلبية في هذه الفترة. صدقوني امشوا على الخطوات.